اليوم مع الوضع الراهن الذي يعيشه العالم، اضطر الكثيرون لتغيير نمط حياتهم اليومي والروتين الذي اعتادوا عليه. فكيف يمكن التعامل مع التغيير بصورة إيجابية في مختلف الظروف؟ هذا ما سنعرف عليه مشاهدينا معاكم خلال الدكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية، وهو موجود معنا عبر الاتصال المرئي وعن بعد بعد. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور. اهلا مرحبا، اسعد الله صباحكم استاذ امل، وطيب الله اوقاتكم كل خير وبركه. دكتور انت موجود في المنزل، وكذلك هناك يعني اتصال ما بيننا ما بينك من خلال المنزل وعن بعد بعد. نتكلم شوي عن التغيرات، يعني مع انتشار فيروس كورونا اليوم يعني اصبح هناك كثير من التغيرات في الحقيقه، البقاء في المنزل، الالتزام بالتعليمات. اليوم كيف ممكن نحن كاشخاص يعني متعودين على الطلعه، متعودين ان نحن نعمل لساعات ربما تكون طويله لبعض الاشخاص، كيف ممكن نحن نتعود على الروتين الجديد، وكيف ممكن نحن نتعايش مع هذه التغيرات؟ طبعا اختي امل، لابد ان الانسان، نحن لما نقول تكيف مع المتغيرات هي امر اساسي وليس بالامر الثانوي. التكيف يعني استجابه للمتغيرات. لما طبيعه الانسان رب العالمين خلقه غير باغي خلقه بان يستطيع ان يتاقلم مع الظروف الخارجيه التي موجوده حواليه لكي يستمر ويعيش. اما الشخصيه او الشخص او اي مخلوق الذي لا يستطيع ان يتكيف مع المتغيرات التي حواليه اكيد يؤدي الى الانقراض. نحن ما نقول بشريه الى الانقراض، لكن بقول الاوضاع هاي اللي نحن موجودين فيها ومع هذا البلاء اللي نحن حاليا موجودين فيها، اذا استطاع الانسان لم يستطع ان يتكيف اكيد بتنقرض الصحه، بينقرض السعاده، بينقرض الانجاز والتميز وما شابه ذلك. فلابد مساله التكيف، لابد مساله التغيير على اساس انا استطيع ان اباشر حياتي بمجريات حياتي بامر طبيعي. الحمد لله رب العالمين، دولتنا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذه هي الرؤيه المستقبليه او ممكن نحن نطلق عليها السيناريوهات اللي لما صار هذا البلاء صار مساله تغيير او تكيف امر ليس بذلك الامر الصعوبه، لكن الان يرجع على الاشخاص بانفسهم. الامور حوالينا اختامل مهيئه ومجهزه بحيث ان نحن لابد ان نتكيف، لابد التزامنا بالتعليمات، لابد التزامنا بما بالقرارات التي موجوده الان. لاحظي امور كثيره في حياتنا ممكن يعني ما استطيع ان اباشرها نفس قبل، لكن مع 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 ظروف تكيفي استطيع. والدليل على ذلك الان مع العزل المنزلي، انا موجود في منزلي وانتم موجودين في الاستوديو، لكن استطعنا ان نؤدي مهامنا ونؤدي اعمالنا ونؤدي نحقق اهدافنا مع ظروف التكيف. تكيفنا امر لابد منه، امر لكي الانسان يستطيع ان يتاقلم مع الظروف اللي حواليه والظروف الخارجيه. عدم التكيف يعني بمعناته الانسان دائما شخصيه متذمره، شخصيه متشائمه، شخصيه غير منجزة، شخصية دائما ينظر دائما نظرته أو يضع المجهر على هذا البلاء. لا، نحن هذا البلاء موجود، نظرتي وتذمري وتشكي ما بيحل المشكلة. حل المشكلة بأني أنا كيف أستطيع أن أستجيب لهذه المتغيرات. هنا الحل، ليس الحل مسألة أني أنا وهذا النظرة السلبية والتشاؤم. بلاء موجود ونحن عايشين في هذا الواقع، فالأمر لابد من هنا يعتمد على بعض الشخصيات والأشخاص. لابد أكتسب مجموعة من المهارات على أساس أن أستطيع أن أتكيف. لا يقول لي واحد والله مستحيل، ليش نحن ننظر، وليش هذا التشام. هذا لما كنا أمل بالقبل نتكلم عن مسألة التطوير وطوروا واكتسبوا مجموعة من المهارات، بعض التقنيات، يقول ليش نحن شو محتاجينها الآن؟ لاحظي الآن نحن محتاجين هذه التقنيات. هذا هو النظرة المستقبلية. وثانيا حتى مسألة تكيفنا مع الواقع. دكتور شافع، أنا بتكلم بشكل عام، كيف ممكن نميز اليوم ما بين التكيف مع الواقع وكذلك الاستسلام أو الفشل؟ لحظة أختي أمل، التكيف هو استجابة للمتغيرات. متغيرات حدثت عندي،
أنا لابد أن أستجيب كيف أقاوم أو كيف أتأقلم مع هذه المتغيرات بحيث أنا أباشر حياتي بأمر طبيعي، أباشر نجاحي، تميزي، سعادتي. هذا هو التكيف. هذه المتغيرات وجدت يعني أحياناً على أساس أنا أباشر حياتي وواجب حياتي بأمر طبيعي. لكن مسألة الفشل واليأس، هذا الشيء الواحد الإنسان دائماً لما تحدث له المتغيرات يجلس مكفة اليدين ويارس ينتظر. يا إنسان حاول تغير، اكتسب مهارات، طور مع... لا 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 خلاص أنا أساسا مستحيل، أنا ما أقدر، أنا ما الوضع هذا، ما أنا ما متعود عليه، أنا والله ما متعود أجلس في المنزل، أنا ما متعود. هذا الشخص الفاشل، هذا الشخص اللي دائما نحن نقول عليه 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 قمامة سلبية من 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 أمور كثيرة. هذا الفشل بمعناته أن أجلس مع مكاني، لا أتغير، لا أتكيف، وكذلك أحبط وتذمر وأسمع لحظة الإشاعات، وخاصة الحين الجلوس المنزل يعني بمعناته كثير بعض الأشخاص كثروا مع مواقع التواصل. كثير الذباب الإلكتروني يالسين أختي أمل ينشرون أشياء سلبية، صحيح. أشياء هالكة، أفكار. نحن دائما نقول بداية أفراحنا وأحزاننا فكرة. هؤلاء المواقع التواصل يالسين شو بعض الإشاعات والأمراض والأموات وغير ذلك، والإحصائيات نظرة سلبية وتشاؤمية. هذا الشخص الفاشل واليائس يصير له يصيب نوع خوف أكثر وأكثر، ويأس ومستحيل، وأنا خلاص وأنا بمرض وأنا بيصير. نحن عندنا الحمد لله في ديننا يعني رب العالمين لما أوجد الإيمان، سدس إيماننا هو الإيمان بالقضاء والقدر، خير وشر. سدس الإيمان رب العالمين لم يجده، سدس إيمان إيمان بالله وملائكته لم يجده من فراغ إلا لأهميته. فإذا أنا لم أكون عندي رضا بالقضاء والقدر، يعني معناته عندي ضعف في هذا الركم. واجه هذا الموضوع بتطويري، أتوكل رب العالمين، أخذ بالمسببات وأباشر حياتي. أما إذا مسألة فشل ويأس وتذمر، أن يالس بالعكس، أن يأهل أهلك نفسي وأهلك أسرتي وأهلك المجتمع وأهلك الوطن كامل. فلابد نحن لابد عندنا دائما تغير تكيف مع هذه المتغيرات. والحمد لله وعيد وكرر رب العالمين بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بقيادتنا ذللوا، يعني بمعنى سهلوا علينا أن نحن نستطيع أن نتكيف مع هذه المتغيرات. أكيد ولله الحمد، اليوم التقنيات الموجودة واليوم التعليم عن بعد وكذلك كثير من المبادرات، العمل عن بعد، كل هذه الأمور سهلت اليوم علينا التواصل مع الآخرين في ظل التباعد الاجتماعي. اليوم في المنزل دكتور شافع أعتقد أن نحن نقدر نسوي الكثير من الأمور، الكثير من الأنشطة اللي ممكن نحن نتشاركها مع العائلة، ممارسة التمارين الرياضية على سبيل المثال في وقت الفراغ. أعتقد أن عندنا وقت فراغ طويل في اليوم، ممكن قراءة الكتب، مشاهدة بعض الأفلام التي تهم وتفيد أكيد أفراد العائلة، بالإضافة إلى هذه فرصة لترويض النفس كما قال صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال قراءة القرآن الكريم، صحيح؟ نعم. لاحظي نحن في الاستشارات الأسرية وبعض الاستشارات دائما لما نرجع حق الوالدين وحتى حق بعض الأبناء، حاولوا تغيروا من مهاراتكم، حاولوا يكون عندكم ترابط الأسري، حاولوا يكون عندكم تواصل. كانوا المعظم بالنسبة للغالبية العظمى يتحججون بأنه لا يوجد لدينا وقت يا دكتور، الوقت الآن صعب وما مستطيع. أنا الآن هذا فرصة، وجودي في المنزل عندي وقت أشوف وأنظر، أولاً أجلس مع ذاتي، أشوف بعض المهارات اللي أنا محتاجينها. نعم. شوف أختي أمل، كل واحد، ما في إنسان كامل، كمال الله سبحانه وتعالى. توجد لدي نقاط ضعف، توجد لدي نقاط قوة. أشوف نقاط الضعف اللي موجودة عندي وأحاول أن أتغيرها، أكتسب مهارات، أطور مهاراتي، أكتسب بعض الخبرات، أشوف نقاط القوة. بعد ذلك أشوف الأسرة والعائلة، كثير يعني كثير من الأسر يحتاجون لمجموعة من المهارات، مثلا ترى مسألة مهارة التعامل مع الأبناء، التعامل مع المراهق، محل الخلافات الزوجية، بعض العقبات الموجودة في الحياة الزوجية. أنظر وأشوف هذه، أقوي هذا الترابط. وعسى أن تكرهوا شيء هو خير لكم، يمكن هذا سبحان الله يمكن هي فرصة أني أنظر لهذا البلاء وهذا المرض، أنظر له من زاوية أخرى. بدل ما أنا نظرت التشاؤمية والسلبية واليأس، ليش ما أنظر من زاوية أخرى؟ أن هذا الانعزال المنزلي هي فرصة بأني أنا أجلس مع أبنائي حالياً
الكثير كان يتحجج والله عيالي ما نقدر نحصلهم، عيالنا والله صعب الحصول عليهم، عيالنا الان عيالك بين يديك موجودين. صحيح. ليش ما تعيد الصياغه؟ ليش ما نعيد الصياغه في بعض سلوكيات ابنائنا؟ ليش ما يكون في تقرب روحاني اكثر؟ ليش ما يكون اذابه الجليد والحواجز الموجوده ما بين الاسره، ما بين الشريك شريك الحياه، ما بين الاخوه، ما بين الابناء؟ ليش ما نيس ونعيد الامور هاي كلها؟ نحن انا صراحه حتى بحكم بعض استشاراتنا من بدت هذا البلاء وهذه الازمه سبحان الله لاحظت اسر كثيره رجعوا لترابط امر كثير كانت توجد بينهم خلافات استثمروها الصح، يمكن سبحان الله يمكن هم مش قاصدين ان الاستثمار الصح لهذا البلاء لكن اوجدوا انفسهم انهم موجودين داخل هذا المنزل، فلا بد ان وجودي الان لا بد اني استثمر بما يخدمني، لان لاحظي دائما انا اقول اسرع ما تتوالد الافكار السلبيه وقت الفراغ، اكثر ما تتوالد الانسان متى ما كان عنده فراغ كثير كل ما كان عند ان هذا الشخصيه سلبيه متذمره متشائمه. فانا ما دام موجودين نعم تفضل لاحظي كيف بالتخطيط تنظيم اجلس مع نفسي اشوف جدول اضع اجلس مع الابناء ممكن بعض الابناء اترك انه يكون له احد من الابناء قائد اليوم في هذا البيت جدول زمني بعض المهارات بعض الخبرات اللعب مع الابناء النقاش الحوار دخول في بعض الخصوصيات بعض الاسر تامل ولا يعرفون عن بعض شيء طول ابدا ولا يعرف لبعض الاباء شو هو مهارات او شو هوايات ابنك ما يعرفها شو مشاكل واجهها ابنك ما يعرفها يعني حاليا موجود نجلس الان نتحاور وليس ولا اريد انا جلسه القاضي والمجرم اريد وقت نوعي نحن دائما في قبل هذا البلاء ودائما ننصح الوالدين ابنائنا يريدون وقت نوعي باني انا اجلس معاهم العب معاهم نقاش معاهم اشوف مهارات ضحك امور كثيره فاضع جدول لحظه كل اسره لها هوايات ورغبات ومهارات صحيح. تختلف عن الاسره الثانيه انا ما روم اقول والله هذا جدول يا اسر التزموا به جميعا صعب لأن ممكن اللي ينطبق على أسرتي أنا يمكن ما ينطبق على الأسرة الثانية نعم. يمكن الهوايات اللي موجودة عندي أنا يمكن ما تلتزم ما موجودة الهوايات الثانية إذا أسرة وأب ووالدين إلى الآن أقول حطوا خطة والله ما أعرف شو هوايات أبنائي نعم. أبنائك الآن وصلوا لعمر 10 و15 سنة وأنت ما تعرف شو هواياتهم شو ما يبونه إذا متى سنعرف لماذا؟ لأن أولا يتحججون بعدم وجود الوقت أجلس نحط ممارسة الرياضة مع بعض كنا ننصح ممارسة الرياضة والله يعني ما عندنا وقت كثير كانوا يتشكون بعدم وجود الوقت إما بالعمل والله إحنا نرجع من دوام متأخرين إما بظروف إنجازات الأم مثلا إنجازات البيت ومهام البيت وغير ذلك حتى بالناحية المطاعم مثل ما تكلمت من الشيخ الدكتور سلطان الله يحفظه حتى بالناحية أن المطاعم يعني ليش ما نلجأ نحن نعرف بأن من أكثر الفيروسات الذي الآن ينتشر من 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 الطلبات السريعة فليش ما نجلس مع بعض في مسألة حتى الطبخ المنزلي اكتساب بعض الأبناء مهارات منزلية وحتى إنجاز بعض المهام في المنزل نعم. أنا أقول دائما الولاء الأسري كيف ينبني الولاء الأسري ينبني من الاحتكاك مع أفراد الأسرة كل ما كان هذه الأسرة محتكين مع بعض ينجزون مهام مع بعض يلعبون مع بعض كل ما بنى ولاء الأسري هذا الولاء الأسري الذي يبنى عليه ولاء أهل وطنه أكيد. فلا نطلب بعدين والله أبنائنا عاقين أو أحيانا عندهم جفاف عاطفي لأن أساسا ما موجود احتكاك أسري أشوف الإنجاز أشوف البيت ترتيب البيت تنظيم البيت إصلاح بعض الموجود أمور في المنزل اللعب مع المنزل قراءة كتاب بعض المحاضرات الدينية بعض المهارات إدارة الوقت وما شابه ذلك نعم. فالحقيقة الكثير من الأمور والكثير من الأنشطة نعم. اللي ممكن نحن نتشاركها مع الوالدين مع الأخوة وكذلك مع الأبناء في ظل هذه الأزمة وإن شاء الله بتعدي ودائما نقول إن غدا أجمل يعطيك الصحة والعافية دكتور شافع سيف النيادي مدرب تنمية بشرية شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة والشكر موصول لكم على الاستضافة جزاكم الله خير يعطيك العافية شكرا لك